الشتاء بيحب الأكل وإحنا بنحب الشتاء اللي بنحب فيه الأكل، لما بنلاقي نفسنا بردانين بناكل، بالذات كده بقى جوع آخر الليل. الواحد بيبقى خلاص خلص يومه وقاعد كده بيفكر، يقعد يحلم بأكلات معينة. إيه الأكلة اللي بتحبها ومهما تاكلها ما بتزهقش منها أحمد؟ ابدا يا احمد، بس انا عندي تحفظ. بس يعني انت قلت الشتاء بيحب الاكل واحنا بنحب الشتاء، اللي بنحب فيه الاكل. قولي اللي انت بتحب الاكل على طول، مش لازم الاكل جدا وبحب الشتاء جدا. يعني اللي بيحب الاكل بيحب، والله منا صيف شتاء بنحب الاكل. لا بس الواحد ما بياكلش في الصيف قوي، مع النفس انا بحب الاكل على طول صح وهن. الشتاء بصراحه مش هكدب يعني صح. طيب انت بتسالي السؤال، وده يمكن ده سؤالنا التفاعلي مع الساده الجمهور النهارده، ايه الاكله اللي يعني بتحبوها ومهما تاكلوها ما بتزهقوش منها؟ لكن انا هنا هقول لك السؤال ده ممكن ينقسم لوانا صغير ولا دلوقتي. لان انا من صغري كان عندي اكله معينه عاشق ليها، كانت إيه؟ يوميا لما ماما تسال هتعمل كل الاطفال يعني بتحب رز وملوخيه صح طبعا ويبارك فيها. لا ملوخيه ورز وفراخ، ما بفهمش الملوخيه دي، ماليش. بتقول وانا صغير كل الاطفال لا 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 ماليش في الملوخيه دي خالص. اوليا ولحمه ورز تتعامل. قول تاني. اوليا ولحمه ورز. ايه دي انا كنت بقولها كده، فاصوليا ولحمه ورز. يا سلام. انا فاصوليا كنت عاشق الفاصوليا خضراء ولا فاصوليا بيضاء؟ لا الفاصوليا البيضاء دي برضو يعني الخضار اللي هو بقوليات ده ما بحبوش. فاصوليا خضراء ولحمه ورز، بالمناسبه واكلها امبارح بالهنا والشفا. يعني وكنت رايح اشتري، يعني انا كنت بره وهشتري اكل، فبسال في البيت الاكل ايه النهارده، لقيتهم بيقولوا لي في ماما عامله فاصوليا ولحمه ورز. خلاص يا جماعه اول خلاص لغيت الاوردر وقمت رحت على البيت على طول عشان اكل. طفل غريب قوي يعني مش من ضمن الخضار، مش من ضمن الخضار اللي بيبقى عليه اقبال او مشهور. يعني الناس في ناس تحب مثلا صينيه البطاطس، في ناس تحب الباميه، في ناس يعني في خضروات كده لها سمعه طيبه كده، لها جماهيريه كده في وسط الناس. مش عارفه بقى خالف تعرف مختلف من صغري مختلف. وانا كبير بقى بقيت ارضى بالمكتوب. والله خلاص عارفه اي حاجه بتتحط قدامي الحمد لله اللي فيه. لا بصي الوضع بيختلف يمكن مع المراحل العمريه، يعني مش عاوز اقول المتقدمه برضو، بس يعني الفكره انا 37 سنه بس عشان متقدمه دي الناس ما تقولش ان انا عجوز ولا حاجه، بس فكره مع المراحل الخاصه بفكر بقى الشقه او الشغل والهموم والمشاكل واللي انت بتعمليه طول اليوم، فانت بتبقي مروحه تعبانه اللي هيتحط لك هتاكليه في مرحله الجوع. لكن لو انت قاعده في البيت لا يا سلام امزج بقى، انت عندك اختار الحاجه اللي انا بحبها لك مش اللي يعمل الاكل. طبعا انا بدات الكلام قلت ايه يعني امي ربنا يديها الصحه ويبارك لها طبعا، ويعني جزاها خير على اللي بتعمله معانا يعني. امين امين. انت بقى منا. انا من وانا صغيره بحب المكرونه وما زلت بحب المكرونه. ايه سباجيتي؟ مش بشاميل. لا 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 فايتك كتير. غير البشاميل طبعا، البشاميل لها احترامها يعني عند كل الناس، بس من وانا صغيره انا بحب المكرونه سباجيتي جدا جدا. فاكلها بيضه، اكلها بوايت صوص، اكلها بصلصه حمراء، اكلها عليها ملح وفلفل بس من غير ما يكون عليها اي صوص، اكلها بزبده وثوم وزعتر وريحان، اكلها وعليها خضار، اكلها سلطه ساقعه. طب السباجيتي ولا الفوتوتشيني؟ لا سباجيتي. الاثنين نفس لا 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 الفيتوتشيني اعرض وفيها مجهود. بس انا بتكلم الاثنين نفس فكره الشوكه واللف اللي يحب السباجيتي لها كده مختلفه. مختلفه، وبعدين تبقى بقى ايه مش مستويه قوي، بتقعد فيها الدانتي كده. انا ممكن اقول على حاجه منها هنا؟ قول اتفضل. انا بالنسبه لي كلها مكرونه. اوكي. والله يعني ايا كان شكلها ولا ايا كان ايا كان بينا اللي هي الحلزونيه، هي في الاخر عجينه واحده يا جماعه، احنا ليه بنكبر الموضوع؟ لا مختلف. عجينه واحده كلها والله. لا 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 والله بيبقى فعلا العجينه بتفرق. هقول لك على العجينه بتفرق وطريقه طهيها بتفرق. يعني طريقة الطهي لو انت عايز تعمل مكرونه من اللي بيبقى فيها صوص كتير، بتحتاج ترجع يا اما المكرونه الصغيره خالص، يا اما المكرونه البنه اللي هي الاقلام، او اللي هي المكرونه اللي بتتعمل بيها المكرونه الفرن دي، لانها عشان فيها فتحات فبتاخد صوص جواها كتير فبيدخل الصوص جواها. لكن لو انت عايز حاجه يعني تكون اقل في الدسامه تاخد الناس حاجه. الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي وقفت انت بتقولوا ايه؟ ولغت الفول والطعميه والفطار التقليدي، واصبح ان الغدا تحول فطار دلوقتي. يعني انت من الناس اللي تقدر تاكل. انا لو قاعد بتفرج عليكم دلوقتي او علينا هعمل كده بصراحه. انت من الناس اللي تقدر تاكل في الغدا في الفطار غدا طبيخ؟ لا بواقي اكل امبارح؟ لا بصي فكره البواقي دي عندنا اصلا ما بنفهمهاش، فعشان كده برضو احنا دايما الاكل لازم فريش يوم بيوم. أوكي. عشان كده يعني بقول لك يعني ماما بتتعب معانا شويه. الله يبارك لك. لكن فكره اللي انا اخد الغدا يبقى فطار لا،
لو بروتين ممكن، لكن اللي انا اخد طبيخ فطار ما بفهمش الطبيخ اللي الناس بتفطر بيه او تتعشى بيه. اوكي، يعني بالنسبه لي دي وجبه في المنتصف كده، لكن فطار او عشاء لا. بالنسبه للسيدات العاملات طبعا الكلام ده مش متاح ابدا، الوجبه بتقعد يوم واثنين وثلاثه، وربنا يقويهم على القدره على انهم بيعملوا اكل اصلا. ماما كانت بتشتغل كانت بتعمل لنا ده كل يوم. اه والله المقاييس عندك خلاص يعني اتربينا على كده، عشان كده انا عارف ان اللي هيجي بعد كده هيتعب معانا. ان شاء الله دايما خير يا رب. ايه الاكله اللي بتحبها ومهما تاكلها ما بتزهقش منها ابدا؟ ده سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك ومنتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها في حلقه النهارده. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا